بتعرفي شو؟ للأسف من أول ما جيت لهون ما صار لي اجتماع أنا وياكي ونقعد على فنجان قهوة برواق. بسيطة، الأيام كتير جاية بيناتنا. بتعرفي ليش بحترمك مدام سوزان؟ لأنه مهما حاولت تخبي مشاعرك عم تضل مرسومة على وشك وتفضحك. اوعى تفكر لحظة إنه بيقطع براسي كلام الغانم عن العيلة ولقيت الوحدة والسلم الأهلي. أنا أكتر وحدة بعرف إنك جاية تاكل الأخضر واليابس. خسارة، للأسف كنت مفكر إنه طوينا صفحات الماضي بس وإنه ممكن أبدأ أنا وياكي من أول وجديد، بس للأسف يلي جاي يفتح أوضة مسكرة ويقلب ملفات الماضي أكيد مش بوارد إنه يفتح صفحة جديدة وبيضة، ما هيك؟ بتريحي كتير أنتي مدام سوزان، بتحبي تلعبي حربك على المكشوف، ما بتحبي تلعبي سياسي مثل عيلة الغانم، وهذا الشيء أنا كتير بحترمه وبحطه على راسي. بحب طلع بعدوي بعيونه بدون كذب وبدون مسكات، وبحب أعرف كيف عدوي بيتخلص من خصومه مثل ما تخلصتي من خصومك وقعدتي ببيتهم، مثل ما خنتي أعز أصدقائك. للأسف عندي شغلة كتير ضرورية لازم أروح عليها، يعني جماعتي وأهلي وناسي عم يحتفلوا فيني.